أتقدم باسمي وباسم جمعية العمل الوطني الديمقراطي بتحية تقدير وعرفان لكل النساء في هذا العالم. كل عام وأنتن ضياء هذا الكون وبهجته. أيضاً لكل الرجال الداعمين للمرأة والمؤمنين بها وبقدراتها والمقدرين لتضحياتها ونضالاتها، كل عام وأنتم بخير. نبدأ الآن حلقتنا النقاشية والتي هي بعنوان تداعيات الحرمان من الجنسية على الأسرة البحرينية. ارتأينا في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على الحرمان من الجنسية البحرينية في محورين. المحور الأول حرمان أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من اكتساب جنسيتها، وهو المحور الذي ستتحدث فيه الأستاذة المحامية شهزلان خميس. أما المحور الثاني فسنسلط فيه الضوء على الحقبة الزمنية من عام 2011 وحتى الآن في مسألة إسقاط الجنسية البحرينية وتداعيات هذا الإسقاط، وهو ما سيتحدث فيه الأستاذ المحامي محمد أحمد. إذن وبحسب قانون الجنسية البحرينية عام 1963 وتعديلاته، فإن البحريني هو كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته، ويعتبر بحرينياً كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلام رقم 1356/20 أو بالعكس المؤرخ في 8 مايو عام 1937، وكذلك كل من ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة، وكل من ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم يثبت نسبه لأبيه قانوناً، وكل من ولد في البحرين لأبوين مجهولين ويعتبر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس، بالإضافة إلى البحرينيين بالتجنس، وهو حديث ذو شجون لا يسعنا الوقت لذكره، لكن ما يهمنا فيه هو أنه إذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب المادة المتعلقة بالتجنس اعتبرت زوجته وأولاده القاصرون بحرينيين بالتجنس ابتداء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية. بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن للأجنبية المتزوجة من بحريني أن تتمتع بالجنسية البحرينية إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة 5 سنوات من تاريخ إعلان رغبتها، ولم تنتهي الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج. إذن نطرح ومن خلال هذه الجلسة الحوارية هذا السؤال: لماذا لا تنقل المرأة البحرينية جنسيتها لزوجها ولأولادها حالها حال البحريني؟ وما هي تداعيات حرمان المرأة وأسرتها من هذا الحق؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا المحامية الأستاذة شهزلان خميس، فلتتفضل. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير يا أهل الجمع الطيب. دائما لما الواحد يشوف هذا الجمع الطيب يقول إن القادم أفضل، يعطينا الأمل. هذا اليوم مثل ما نعرف جميعا تحتفل النساء بهذا اليوم اللي تكفل منذ ولادته بالتضحية والإيثار. هذا اليوم كان وما زال هو الشرارة الأولى على إنسانية المرأة ومقدرتها على إرادتها، نضالها، كفاحها، بأن ترافق وتوافق مع نضال وكفاح الإنسانية من أجل العدالة ومن منذ الأزل. فالمرأة قالت كلمتها في التاريخ منذ ذلك اليوم ضد سلب الحقوق والاستعباد والتجريد من الإنسانية. أحيي في هذا اليوم النساء البحرين العظيمات بكل جدارة، والصابرات والصامدات والقابضات على الأمل، كما يقبضنا على الجمر بأن الغد لابد أن يكون أفضل بإذن الله. كما أحيي نساء العالم كافة والمرأة العربية بشكل خاص. أحيي كفاءها اليومي من أجل أسرتها وطنها، خاصة في مناطق النزاع. بداية كمدخل لابد أن أذكر أن البحرين مرت منذ نشأتها بمراحل يعني كثيرة أو مراحل عدة حملت سمات متقدمة على
يعني في منطقة الخليج. على المستوى المرأة ودور المرأة، لأن المرأة تميزت في الخليج بأنها كانت دعامة أساسية من دعامات المجتمع بحق كل امرأة. كثير من النساء هي شمعة أدارت حياة كثير من الرجال، ولولا تضحياتها كأم كزوجة كأخت كزميلة لما كانوا هذا الرجال كبارا. لهم إضافاتهم هذه الرجال، ولهم ولما قدموا شيء يذكر. لكن على مستوى البحرين، بالرغم أن المرأة يعني خاضت منذ البداية، كانت رفيقة الرجل، عملت في المجتمع وكانت لها عطاءات كثيرة، تفوقت في أحيان كثيرة على كثير من الرجال نقول بحق. أيضا المرأة بالنسبة للخليج هي دائما كانت في الطليعة. هني يحضرني يمكن كثيرا منكم، قبل لا أقول إن البحرين دخلها التعليم في 1928 بالنسبة للمرأة، تحضرني فاطمة الزياني أول جامعية بحرينية تخرجت في سنة 37 كممرضة، وأول بحرينية حصلت على رخصة قيادة في 54. إلى أن برغم كل ذلك، وأيضا لابد أن أذكر هنا أن المرأة البحرينية دخلت المجتمع أو العمل المجتمعي وعملت مع المجتمع منذ الخمسينات. على ما أعتقد يمكن في كتاب على أيام بلغريف كانت زوجتها مسوية نادي، وكانت المرأة في ذاك الوقت أيضا كانت موجودة، موجودة مش بشكل عشوائي، إنما كان عملها مؤطر، ونادت بتقريبا نفس الحقوق اللي تنادي فيها اليوم. يعني المرأة كانت موجودة، ويجب أن تكون أن يلتفت لها كل رجل وكل مشرع وكل واضع قانون. مع ذلك القانون اللي صدر في 16 سبتمبر 63 مثل غيره من القوانين اللي جاءت بعده، ألغت المرأة ككيان ووجود ولا يعلن عن وجودها في الأوراق وفي القانون إلا حينما تلتحق برجل. فالمرأة في هذا الموجود في قانون 63 قانون الجنسية موجودة كظلال فقط، يعني ليست كحقيقة. فكونها غير موجودة كمواطن لحقوق وعليه واجبات، فهي أيضا في إطار هذا القانون وما يكسب وما يعطي من حقوق لا تستطيع أن تعطي شيئا، وخاصة كأم وكحاضنة مثلها مثل الرجل. بالرغم من هني لابد أن نذكر أن دستور 2002 في مواد المتعددة حتى في روحك يعني بشكل عام يعني وضع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بما تحمله هذه المعاني، يعني بما تحمله من مضمون كبير، تطال كل أمر يتعلق بالمواطن البحريني جسد وروح وعلى جميع المستويات الإنساني القانوني الثقافي الاقتصادي الاجتماعي. زين، فالدستور باعتبار أن كفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين باختلاف أجناسهم، ووضعت الدولة على عاتقها أن تكفل مبدأ تكافؤ الفرص تحقق على أرض الواقع. وأن في فقرة ب المادة الخامسة للتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها في الرجال في جميع الميادين، كما نص في مادة 16 بأن المواطنين سواء في تولي الوظائف عامة وفقا للشروط التي يقررها القانون، وأن الناس كلهم سواسية في المادة 18 سواون المواطنون أمام القانون، إلا أن في لما أتى لأن هذا القانون هذا الدستور المفروض كان تعدل جميع القوانين الوضعية اللي انوضعت على جميع المستويات وتتفق مع روح الدستور باعتباره المظلة الأساسية، يعني قانون العمل، قانون الجنسية، كل المراسيم والقوانين اللي تتعلق بالإسكان، القانون الجنائي، قانون العقوبات، كلها المفروض تتوافق وتتسق
مع الدستور، إلا أن ذلك لم يحصل. إحنا أول مرة نشوف دستور يحيل القانون، وش مش العكس يعني، المفروض القانون يحيل الدستور باعتباره هو الأكبر، هو الأب يعني. فيجب أن كل مادة توضع يجب أن لا تختلف مع روح النص اللي موجود في الدستور، وإذا اختلفت فهي غير دستورية. ومع ذلك القوانين الوضعية الموجودة بمجملها ما تعدلت يعني ظلت كما هي. طرقت الأخت هديل لمواد الدستور، مواد القانون، مثل ما لاحظنا أن اشترط قانون الجنسية أن يكون أبوه بحرينياً، أي لا يعتبر المولود بحرينياً من أم بحرينية إذا كان أبوه خليجي مثلاً عربي. ويعني أنا كنت اشتغلت في الاتحاد النسائي في لجنة مكافحة العنف وتقديم المساعدة القانونية من 2008. طبعاً وردت علي حالات كثيرة، يعني أتذكر أكبر حالة وردت علي بحرينية عندها 8 أولاد من رجل سعودي ما يحملون حتى بطاقة سكانية، يعني وكثير من الناس اللي نعرفهم على مستوى شخصي، يعني هما قد حسب ما لاحظ في بعض المواقع أن كاتبين 1782 اللي هما أبناء المرأة البحرينية. أنا أعتقد أن هذا العدد غير صحيح، على ما أعتقد يمكن 5000 شخص يعني من أبناء امرأة بحرينية لا يحمل يعني ما يحملون الجنسية. وقد يكون يعني المرأة، قد يكون بعضهم يعني مثلا يحملون جنسية كويتية، يحملون جنسية سعودية، لكنهم عايشين في البحرين ملتحقون بأمهم، وهي تفضل إن هي تتعاطى معهم في البحرين على أساس أنهم في المدارس وما ذلك، تفضل تعطيهم جنسيتها، وهذا حقها يعني، الدستور عطاها هذا الحق يعني. ولكن يعني ما أعرف هذا يعني ما هو، ليش يعني التعصب في هذا الموضوع إلى الآن؟ أنا طبعا ما قدرت أتوصل لنتيجة ليش الجنسية تعطى العلي والبن علي وتجي عنده أبناء المرأة البحرينية وتقف، بصراحة شديدة يعني. لأن كثير لما المرأة البحرينية بكل عطاءاتها بكل وجودها يعني أمرأة، أنا أعتقد لا يوجد يعني في الخليج وأستطيع أن أقول في العالم أمرأة تحملت وصبرت وعطت وتقدمت في جميع من أصغر المواقع في البحرين حتى أكبرها، يعني اشتغلت حتى من أدنى وعالت أسر ووقفت وصبرت يعني وتعامل بهذه الطريقة. يعني لا تستطيع في الحد الأدنى أن تعطي ابنها جنسيتها. طبعاً أنا كنت في من ضمن الوفود اللي ذهبت إلى مجلس النواب وحدث ولا حرج. إذا مجلس النواب نفسه أعضاء مو مستوعبين إلى إذا المرأة عطت جنسيتها لأولادها، يعني اسمهم ما يصير على اسمها، على اسمها. يعني في أحد أعضاء مجلس النواب قال لي ما يصير إذا عطينا الجنسية تبغين يسمونها باسمها، يعني نقوم من يعني ما أعتقد يعني هذا الطرح أحد يستوعبه. يعني إذا الإجراء إن إذا أعطت المرأة البحرينية جنسيتها لأولادها فهم بيسجلون علي، زينب، محمد، يعني شيء مسخرة صراحة. يعني شخص هذا إعطاء الجنسية بعقود الزواج بأنها تزوجت وأنه مرتبط باسم أبوه، يقوله مقتنع يعني إن شلون نعطيها. واحد منهم قال لي زين وهذه تروح تتزوج أي واحد وتجيبه يعني وإحنا نعطيه؟ قلنا لا ما عليه، أنتوا عطوا الجنسية البحرينية إلى الإبن
يعني مثل بعض الدول إلى سن 10 و11 إذا لم يحصل على جنسية والدة فيحصل على جنسية أمه على الأقل. والزوج أنتوا وشأنكم وياه، ولو إن أنا ضد هذا، لأن إذا رجعنا للقانون فإذا الرجل مثل ما في المادة، جاء في المادة رقم 4، إذا منح شخص الجنسية البحرينية اعتبر زوجته وأولاد القصة بحرينيين بالتجنس. إنزين، والمرأة البحرينية إذا تزوجت يعني أولادها ما ينعطون ولا زوجها ينعطى بالتبعية، لأنها هي امرأة وجايبة لهم واحد من برا يعني. إنزين، حتى قلنا له إنزين في واحد بحريني تزوج ثنتين وبحرينيات، 4 فلبينيات ما أرجعك وتعطونهم جنسيات يعني. جت على المرأة البحرينية يعني شو بينظر لها بهال نهية يعني بهالدونية، ينظر إنه شو راح جابت لنا واحد غريب من هناك تبغانا نعطيه جنسية يعني بهالطريقة ينظر له. فأنا يعني زي ما قلت إلى الآن ما أفهم إنه الذي يولد من أبوين مجهولين يعطى الجنسية، واللقيط يعطى الجنسية، وابن المرأة البحرينية لا وهي لا ما يمكن أن يعطى الجنسية. فهذا موضوع يتراولي شائك. الجميع من سنوات أعتقد طويلة الجميع تحدث في هذا الموضوع، حتى احنا لما نقابل المجلس على المرأة في الغالبية هم يقول لك احنا ويا هذا الموضوع يعني، بس احنا نبغى نفهم المفتاح وينه يعني. يعني هل هو مرتبط، هل هو امر سياسي مثلا؟ هل هو امر مرتبط بالنظرة للمرأة؟ يعني كونها هل قد حجمها في المجتمع؟ هل قد ينظر لها؟ هل قد هي ملحقة بالرجل؟ هل قد هي في ظله؟ هل قد وان في رأيي فيها جانبين هذا الرأي. ولذلك المرأة لما تيجي تشهد في المحكمة على توكيل ما يسمح لها أستاذ، ما يسمح لها أن تشهد على توكيل لأن هي امرأة. يعني يقول لا ما يصير أنت توقعين، كان ذيك الأيام في شهود، لا لا أنت ما يجوز لازم رجل اللي يوقع. فهي أنا في رأيي فيها شقين السالفة، فيها ما نستوعب الأمر السياسي يعني إلى الآن ما وصل لعقليتي، يا ريت أفهم إن ليش أبناء المرأة البحرينية ما تنعطى، ولا أنا حتى 5000 هم مش كثيرين يعني. زين، ولا أصل، ولكن يعني ما أفهم أيضاً إن في المجتمع أحد يعارض كون إن أخته تقدر تعطي جنسيتها لأبنائها، أو بنتها تقدر تعطي جنسيتها لأبنائها، هذا أيضاً يعني صعب. يعني إحنا نقول إن شاء الله القادم أفضل، وإن يعني ذوي الشأن يعني، لأن هذا ساحة نضال طويلة يعني عملنا فيها الجميع بما يتعلق، لكن أنا أقول هذا في الأخير أنا كأمرأة أقول هالشكل ينظرون لي يعني. يعني إيش عطيتي، إيش قدمتي، إيش قد كنت متقدمة، إيش قد عملتي في هذا المجتمع، لكن في إصرار على تهميش هالقوة العظيمة يعني هالقوة وتعطيلها في أمور، في أمور كانت المفروض تكون محلولة على المستوى القانوني وعلى المستوى، هو في إصرار على تعطيل وإشغالها بأمور مثل هذه الأمور يعني. يعني حقوقها في العمل، في القانون الجنائي، في قانون الأسرة، احنا نظل نعافر في هذا ونظل موجودين هناك يعني، يعني ننشغل ونكون موجودين هناك.
فأكيد يعني أتمنى أن النقاش أو الحلقة النقاشية أو النقاش من الأخوان يعطي أكثر ويلقي على مسائل. بس بغيت أشير في الأخير أن إحنا أنا ك يعني محامية رفعت دعوة لأبناء امرأة بحرينية ورفضت، وكنت اقترحت على الاتحاد النسائي أن يجمعون كل ذيلين يرفعون لهم دعوة أمام المحكمة الدستورية. يعني هي أنا أقول المعارك القانونية أو مهمة بعد، يعني أنا في رأيي الكلام نتحدث كثيرا، يجب أن نذهب لذاك الموقع أيضا، يعني أن إحنا نصارع ونتحرك في ذاك الموقع، لأن إلى الآن ما خضنا هذا المجال، فالمفروض أن نذهب لذاك المكان نرفع قضية ونحرك فيها الرأي العام ونحرك فيها لعل وعسى. وشكراً.